فقلت استغفروا ربكم، انتوا منعكم منه ايه؟ انتوا مش عايزينه ليه؟ طب انتوا في حاجه منعاكم انكم تقربوا منه؟ يا شباب في حاجه مكرهاكم في ربنا؟ يا امه الاسلام في حاجه منفراكم منه؟ يا بنات يا اخوات في حاجة بعدكوا عنه؟ طب ايه السبب؟ طب خايفين انه ما يقبلكوش؟ خايفين بعد المعاصي دي كلها ما يرضاش، ما يفتح لكوش الباب، يقولكوا جايين بعد ايه؟ خايفين يصدقوا، خايفين ما يقبلكوش. انه كان غفارا. اه لو تعرفوا هو رحيم قد ايه، اه لو تعرفوا مغفرته عظيمة قد ايه، اه لو تعرفوا كرمه قد ايه. ده بعد الاف الرسل والاف الايات في القرآن والاف الرسائل اللي بعتها لك، لما تعصيه يقول لملك السيئات ما تكتبش السيئة غير بعد 6 ساعات يمكن يتوب، ولو تبت يمحيها، ولو عملت حسنة مش يشطب قصادها سيئة يشطب قصادها 10 سيئات، ولو مرضتش تتوب خالص يفضل يناديك ويفضل يدعوك ويقول لك عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. ولو بعد ما قضيت عمر طويل في المعصيه جيت له قلت له هتقبلني يا رب، يفتح لك الباب ويفرح بيك فرح شديد سبحانه وتعالى، ويقول لك احببتنا فاحببناك، وعصيتنا فامهلناك، وان عدت الينا قبلناك، وان عدت الينا قبلناك، وان عدت الينا قبلناك. يا جماعة إنه كان غفارا. منعكوا إيه؟ إنه مش هيقبلك؟ هيقبلك والله، هيقبلك، هيفرح بيك، هيفرح بيكي، هيفتح لكم الأبواب، هيكرمكم، هيعطيكم، وبعد كل المعاصي دي بيستر سبحانه وتعالى.